دكتور إيلي، إلى أي مدى يعني أنت توافق ما ذهب إليه حضرة العميد خالد حميدي؟ وبالتالي هناك من يقول أيضا بأن الأيديولوجية هي التي تحكم الحزب، وهو حزب عابر للحدود، وبالتالي هناك من الخبراء والمحللين من يقول بأنه حزب يعني قد لا يقبل بالانضواء تحت الجيش اللبناني. أنا أوافق تماما ما تفضل به ضيفك الكريم، ودعيني أزيد أيضا بعض التفاصيل. إن كل تفضل. هذه المصطلحات وكل هذه التعابير التي لها علاقة بترسيم حدود أو مزارع شبعة أو قرية الغجر، هذه كلها يعني مستوردة أيضا منذ العام 1975، ربما منذ أن هي سقطت شماعة. الدولة. طبعا، منذ أن سقطت الدولة اللبنانية لعدة أسباب ليس لنا الوقت الكافي للدخول فيها، ولكن سقطت الدولة، وبالتالي أصبح لبنان ساحة لكل المنظمات أو لكل الأنظمة العربية أو المنظمات الإرهابية التي تحاول أو حاولت أن تجد لها أي إطار شرعي ما في عبر تبني القضية الفلسطينية للأسف. ونحن نشهد في هذه الأيام الفصول الأخيرة، وهذا اعتقادي، الفصول الأخيرة لاستعمال هذه القضية لأي ملف سياسي، وهنا أتكلم بالتحديد عن النظام الإسلامي في إيران، الذي طبعا عبر حزب الله يحاول أن يجد له مكانة في الشرق الأوسط. وبالتالي أي طرح لدمج حزب الله في الجيش اللبناني أو تحوج حزب الله إلى حزب سياسي، نحن نتكلم هنا عن شيء من المستحيل أن يحصل. لا يمكن الفصل كما فعل الأوروبيون منذ فترة طويلة بين الجناح العسكري لحزب الله والجناح السياسي، هو جسم واحد مترابط، ليس هناك